تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بيوم البيئة الإقليمي تحت شعار حماية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض في منطقتنا البحرية. ويعد هذا الاحتفال مناسبة بيئية يتم من خلالها تأكيد أواصر التعاون بين دول المنطقة للمحافظة على البيئة البحرية ورسم استراتيجية عامة وواضحة للتعامل معها، خاصة في ظل ما تمثله منطقة الخليج العربي من أهمية جغرافية واستراتيجية واقتصادية. وبهذه المناسبة أكد أمين عام المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي أن المساحات الكبيرة للمياه في العالم بشكل عام وفي منطقة الخليج العربي بشكل خاص هي مصدر كبير للرزق، من الممكن استغلالها لتنمية أفضل في المنطقة. وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود لحماية التنوع البيولوجي في البحار ولحماية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض في المنطقة. كما تعلمون البيئة البحرية بيئة كبيرة جدا، يعني الآن احنا يمكن إذا كان الأراضي الموجودة ما تجي خمس حجم الأكرة الأرضية، فنعلم كم هناك من مجاهيل كثيرة لا نعرفها عن هذا الجسم المائي الكبير الذي نعيش حوله. وكما تعلم أيضا أن هذه المساحات الكبيرة بالمياه هي مصدر كبير للرزق، الأسماك التي نأكل منها وغيرها من ما نستخرجه من هذا البحر العظيم أصبح فعلا يشغل بال الناس، لأن هناك مع الأسف الشديد انقراض كثير من الأحياء البحرية في كثير من دول العالم. هذا الأوان أنه إحنا الجهود كلها الآن تتجمع وتتضافر ونأتي بنظرة جديدة للتنوع البيولوجي. هذا التنوع البيولوجي مهم جدا، سمكة تكمل سمكة، دودة تبي دودة تكملها، ونبات يكمل نبات، هذه كلها أمور ربنا خالقها بأدق ميزان.